يلا بينا. عاملين ايه؟ هتلاقينا لايف صح؟ هتلاقينا لايف من عند ملك هوم. يلا يا ملوكه فرجيني بقى، انت هتطلعي شاطره زي مامي؟ ان شاء الله مش عارفه. ان شاء الله مش عارفه، ورينا. ان شاء الله مش عارفه. برافو. صريحه صريحه جدا. ان شاء الله مش عارفه يعني. ان شاء الله صريحه. في حاجات زي كده منها الوان، في برضه فوط الحاجات بتاعتنا. بصي بقى القمصان، القمصان النوم الجديد عامله منه الوان ايه ده؟ في ده وفي البيبر كمان. ده القمص ده خدته لمامتي بالواناته بقى كلها. بس انا مش المره اللي فاتت قلت لك ماما بتحب عايزه اجيب اللي بيجيوه. هنعمله بقى اللي بيجيوه عشان تحط الموبايل في جيبها. شفتي ده بقى؟ يلا ورينا. ده تريننج سوت. كل مره تعمل لنا تريننج كده وترينا منزلك بحاجه جديده. حاجه زي كده بالوانها اللي احنا لابسينه ده كده. حلو قوي. ده انت عامله حاجات جديده خالص. دي بقى ايه؟ تريننج سوت كده الخروف، والبطاطين اللي فوق دي ايه ظروفها؟ البطاطين الكورس ما شاء الله. ودول ده الحاف كده قطيفه، الحاف قطيفه، ده الحاف بطانيه. الحاف بطانيه. حلو قوي ده. تعالي يا بوكا وريني. ورينا. تعالى زي بقى كل بيته الغوطه بيته الوريه. تعمل زي الروب كده خيرك بيه، تحديش ميس كده خيرك بيه. اهلا اهلا من فاشن فيت جاي على طول. جاي للشكل. في واحد تاني انت بتقرب بيه اللي هو بتاع امبارح الجري اللي ايدك طالعه منه. يبقى انت طالعه منه. لا كبيره. ارنب كبيره. اهو بقى الخيمه البيضاء الاولانيه. الخيمه البيضاء الاولانيه هي الخيمه البيضاء الاولانيه. طيب الخيمه البيضاء الاولانيه اللي هو ايدي طالعه منه. قولي له الاسكان ده الخيمه البيضاء الاولانيه. هتخشي بعدها الباب هتلاقي ده. ماشي. التلبيسات تسالي على دعاء فاروق سكار. اهلا ازيك يا قمر، عامله ايه؟ مش عايزه ابوس عشان انا صوتي رايح. يا نانا احنا جوه جوه وريها لها هي. نهدي ايمان بكام التريننج اللي نفسها بيسألوا؟ 650. قولي كده. 650. لما تبصي لي انا عامله اوفر النهارده وبكره بس هقول لكم على اليوم مره. طيب تمام. ايوه شيل الطرحه كده وريني. ده جلد في ايه قولي لي؟ جلد في ميلتون قطن. الوانه ايه؟ الموديل الجلد ده اسود بس الحاجات الثانيه الوانات كتير بقى، كحلي وزيتي ورمادي وبطيخي وفيروزي. ده بلعبوا بالالوان. ماشي يا سيدي. ايوه دول انا فاكرهم. دول حلوين قوي. دول خطار. دول خطار خطار. يلا الناس بدات تيجي تبدا. خاص المعرض بس. ايه بقى؟ على الكوليكشن الجديد. اول قطعه 10%، اثنين هتاخد الثالثه 50%، ثلاثه هتاخد الرابعه فري. النهارده وبكره بس. ما بعملش الاوفر ده خالص. قولي تاني قولي تاني. 10% من اول قطعه. قطعتين الثالثه 50%، ثلاثه هتاخد الرابعه فري. يا سيدي على الكوليكشن الجديد وكل حاجه. عروبه هانم. بصي في المعرض بس يا جماعه، خلال المعرض بس. جميل.
طبعا هتجيلي هتجيلي بتصور معايا. محطة الماريكان فوق ده غالبا كريكو جدا. خليها تنزل باي. ايوه يلا عشان ده كله من اللايف. يلا انا جايه لكم. القصر الملكي معنا اول مره. اه القصر الملكي اول مره. صور بتعجبني قوي. وريني. انا فرحانه اني معاكم النهارده. انا اكتر يا جميل. ايه بقى الحاجات الحلوه اللي عندك دي؟ عندنا حاجات كتير كتير. ده الجبلان الجبلانات القديمه. آه. دي ما حدش مش بنلاقيها خالص. المفارش المدوره، الباسكتات بعلب المناديل، الشغل الكشمير، درجات الجمال والحركات الله. وده اللي بتوع السفره اللي جننوا الكوسترز بتاعت الاطباق دي تهبل قوي قوي قوي. يتحط الطبق كده ويتحط ثمانيه جنب بعض بيعملوا. مش لازم تحطي لا مفرش ولا اي حاجه. خطيره. خامه معالجه. خامه معالجه يعني تحمل درجات الحراره كمان. صحيح. والفوط القطن البامبو الانتي بكتيريا التركي والفوط الصغننه بتاعه التويلت اهي. امارات 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 فظيعه. العرايس فظيعه فظيعه. لازم لازم يجيبوا عندنا ينورونا. وعندنا حاجات بقى ايه حلوه قوي قوي. ملايات وعندنا بطاطين وعندنا كل حاجه بقى. القصر الملكي متوفر المرة الاسباني، متوفر الستاير الجوبلان، متوفر التابلوهات الجوبلان، متوفر كوفرتات التركي والكوفرتات الكابوتوني. كل حاجه متوفره في المعرض. ده جزء من 1000 جزء. ده طقم مفارش برضو رانر. افتحي منى من فضلك افتحي واحد. افتحي واحد يا حلوه قوي. نعم جميله. واسعار يا بنات من الاخر اسعار حلوه قوي قوي يعني تناسب الطبقه المتوسطه. مش هقول لا حلوه قوي. حلوه طبعا. الاربع قطع كمان. اربع قطع خطير تحفه. مين قال دول ايه؟ دي سبريهات بيرفيوم اماراتي. هو ده كان حلو قوي قوي. سمكها حلو. خشب واسعارها حلوه. ده الطقم عامل 450. حلو قوي. 450. ايوه طبعا. اللون الفيروزي والحمراوي الوانه كلها اللي هي طالعه موضه. ده درجه من الكشمير ودي درجه ثانيه. هفتح شويه. حلو طبعا.
رايكم؟ القصر الملكي. القصر الملكي انتظركم، في عروض حلوه قوي قوي معانا في بازار دعاء النهارده ان شاء الله، بكره يا ريت تلحقوها قبل ما تخلص ان شاء الله. ربنا يبارك. دعاء حلوه، حلاوه دي غاليه. ما انا أيوة. خدتها هي هم اخواتهم. احنا ما فهمناش بقى هو ده الوش ولا الظهر. بصي زي ما انت عاوزه تدي، عاوزه تخلي الزاويه دي من بره. انا عاملاها كده من بره. اه ماشي. انا حاسه قعدوا يقولوا لي لا، قلت لهم لا هي عاملاها حركه حركه كده. البسي بقى كده، البسي عليكي كده. ده انا كنت لابساه هما شافوني بيه اكيد. تعالي كده عني بره بقى كده. خطير. لبسته على اسمي كده برضه البلوزه السودا. أيوة. من عندها. أيوة. بيدفي بشكل. بس انا كنت لابسه الاحمر. ايوه احمر كنت بضيع عليكي اصلا يعني. حاجه كده يعني. لا يا حبايب قلبي، لا حلو فعلا. حلوين ومختلفين. وريني مختلفين خالص. هم مختلفين، حاجتهم مختلفه. وريني البيش في ابيض ده. انا هطلع لك، انا بقى اللي هطلع لك بقى من عندك. ابص دي غاليه، غاليه بوتيك. بص الجمال، ايه الحلاوه دي، حلوه قوي. بصي كده يا فاطمه، نشوف المرايه. حلوه حلاوه، قلت لها تحفه. حلوين حلاوه. ايه ده تحفه. هما بقوا الماتيريال اصلا تخينه قوي، وبعدين ايه كرمه، بيحفوا في القماش. من هو اللي بيحفوا في القماش. بصوا الحركه. بصوا الحركه، يعني حركه بسيطه خالص بس تعمل فرقه جدا. تجيب كونه يا قمر. غصب علينا والله، هي غصب علينا لسه. والله لسه بقول لك والله لسه منزلاه من 1100 ل 650. والله العظيم ايه الاسعار دي؟ عشان خاطرك ايه الاسعار دي؟ 1100 ل 650. ده خطير. ايه ده؟ من 1100 ل 650. سيبك من 1100، خليكي في 600. بس والله بصي غالية. بصي بصي قولها تصور، قولها قولي هي تصور، حد يصور لها. بس عشان الفرو ده، فرو اختك واقف لي. أيوة. في طريقك. حسبي حسبي شيك قوي يعني. يهبط شيك عادي. انت مش عليكي يهبط والله كسر والله. اه كتير. بصي بقى، بصي السوسته في الجنب. كتير. وبعدين مخسس ومش مش عارف، مش مطلع اي حاجه. اويا يا اويا كل دول عاجبني. هيفوتكم، هيفوتكم الماراثون. غالية بوتيك، غالية بوتيك. يلا اللي يجي عشان بيقعدوا يسألوني فين البتاع، يبقى تعرفوا الأسماء. غالية بوتيك والقصر الملكي. هيا اتصور معاكي القصر الملكي. يلا بينا نتصور. فين موبايلك؟ كاميرا. انا قوي معاكي النهارده. هو مقفول. شكرا.
اهلا ورينا شاريه ايه. هاتي يا ناهد لسه داخله. وريني يا ناهد عايزين نصور الموبايل وهبعته لحضرتك. يلا نصور كده الحركات. حسبي يا شنقه تحفه. ومن ستايليفو اوشي. ايه رايك في الماركه؟ تحفه جميل. الاسعار حلوه والحاجات حلوه. حلوه. وانتي قمر. الله يخليكي. وشاريه منين تاني؟ من ان ايه؟ من ان ايه ديزاين. تحفه. نورتينا. انا اسعد. جميل. يلا اويا وريني يا اويا. وريني جبتي حاجات جديده. دول جداد. دول جداد. طلعي لي كده السويت شيرتس دي. اوكي. عايزه افكركم بيهم المعرض المره اللي فاتت كانوا عاملين تريننج سوتس كده على بعضها كانت خطيره قوي. كانت تخينه تخن. ايوه تخن فظيع. اهي نزل من 700. نزل التريننج على بعضه 700 ل 500. خطير. وايه تاني؟ في سويت شيرت ده للاطفال ده الكبار. اوكي. حلو. من 650 ل 400. تحفه. تخان دول قوي من 650 ل 400. حلوين والله. الاصفر كمان حلو قوي. الاطفال بتاعه 300. 300 جنيه الاطفال. سن كام؟ 10 سنين بقى وكده. اه لحد 10 سنين. اه من 4 سنين ل 10 سنين. صوريه يا فاطمه والنبي. هدى هدى علي. طيب عايزه اقول لك بقى ان هي جده. ايه؟ جده. جده دي حبيبتي. ربنا يخليك يا رب. يلا نكمل. اويا عامله اسعار خطيره. انا فاكره فين مش ده كان بعين؟ فاكره؟ شوفي انا فاكره ازاي؟ ايوه اهو صح كده. اه وعامله 700. نزلتيه برده؟ ده نزلت كل الاسعار. برافو عليكي. موجودين النهارده في توليب النرجس يا جماعه. يلا تعالي خلاص. كل الازدالات اخبارها ايه؟ قال لكم ازدالات وايه؟ ده في ازدالات للاطفال اهي. وريني كده فرجيني. حد معاكي يصور؟ كل بقى الازدالات. مش طيب حاجه. مش ايه موز وقطن الكرنب. ودول ايه؟ الشتوي. اوكي. حلو. انتوا كله ازدالات؟ ها ازدالات كله. وشي ازدالات. طيب يعني هم متخصصين ازدالات. اوشي كل انواع الازدالات عنده. الاسعار ايه؟ الاسعار ايه يا اوشي؟ من 250 ل 320. من 250 ل 320. اسعار حلوه قوي. اسعاركم جميله. منورين. في ايه ده؟ ده صوف؟ ده شتوي. اه بقى. اه بقى احنا بنبرد بالازدالات الصيفي دي. عاملين ازدالات شتوي يعني. اه كده. اه كده هيجي لنا وده حلو. ده هاتي ده كده المقلم ده. لا اللي بعده. ايوه ده خطير. ده حلو قوي. ده فستان. مش ازدال ده فستان. حلو جدا فستان. ده بكام؟ ده ازدال بكام؟
بكام ده؟ مين دول؟ مين دول؟ جامعه ستور. مين بقى اللي هم؟ مين اللي هم عندهم محل في نادي الشمس؟ ايوه. وما كانوش بينزلوا معارض، وبعد كده اول مره ينزلوا معارض كانت مع مين؟ جعفر. ايه عاملين ايه؟ بتعملوا في المحفظه يعني، وهم بقى كل لبس الرياضه والحاجات دي واطفالي وحريمي. عملنا بقى خط خاص كده بالاطفال، فرجينا بقى المظلومين اللي عندنا. أيوة. عاملين بقى اسعار خطيره. إيه بقى؟ كل الكوليكشن اطفالي النهارده عليه 50% سيل، عشان احنا خلاص بنخلص الشتوي، فده مثلا ب 150 بدل 300. بصي بقى الماتيريالز جوه كلها مبطنه وملته. إيه 150 كلها ب 130 جنيه. 130 100. ايه ده؟ ايه ده؟ مفيش حاجه في الاطفالي ازيد من 150. بصي بقى، في حاجات اطفال من اول سنه سنتين، ده ب 100 جنيه بس. تحفه، حلوه قوي. والكبار، كبار بقى عاملين في الحريمي قلق. بصي بقى، بصي حاجه زي كده موجوده، في منها 5 الوان. في حاجه كده، ده كابيشو تحفه، الوان وبرده ده كله مبطن لطيف. حاجه زي كده كانت لينا جديده ببيزكس تحت، عشان لو حد عايز حاجه طويله. جميل قوي. دي حاجة لاكوش بقى، دي جديدة، دي برضه بطانة قطيفة. دي يونيسكس. يونيسكس، أي حاجة من البرنس تبقى يونيسكس. دي بقى للناس اللي كانت عايزة عليها بنطلون، دي تريننج سوت على بعضها. حلو قوي. ده بكام ده؟ ده نازل 500 جنيه 650 جنيه. تريننج سوت على بعضه 500 بدل 600. برضه المقاسات الخاصة يعني، احنا عندنا لحد 6 اكس، سوتس وبناطيل وسويتشر، برضه كلها الحاجات الميلتون والقطيفة. الرجالي المقاسات كانت خلصت فيها، نزلناها تاني وكمان ببراندز جديدة. بصي بقى البنطلون ده، ده اختراع. ده حريمي يجي بس يقول البنطلون التركي بس. بكام بقى ده؟ ده نازل 250 220. الله، 220 جنيه. 220 جنيه تحفه. ده البازار اللي فاكر ب 300. دي الحاجات المبطنه قطيفه كلها برده نازل عليها سيل، لانها خلاص لاست بيسز. يعني هي العيله هتيجي عندنا، يعني كل العيله هتتدلع. أيوة. اول رب الاسره حتى رجالي رجالي عاملين رجالي. ايوه طبعا. ايوه، فين جاكيت البامب؟ حلو قوي ده. ده برده في منه 3 الوان، الاسود والجراي والنبيتي. سعرهم كام دول؟ المره اللي فاتت بقى انا طلبت منها جواكت بومب، فاحنا عملناها، موجود منها التومي وموجود منها اللاكس. في منها 4 الوان. تريننج سوتس على بعضها كلها النهارده ب 500 جنيه بدل 650. تريننج سوت على بعضه مبطن ميلتون بالكامل. تحفه. ده ايه ده؟ سويتر ده؟ ده جاكيت بومب مبطن. ده طلب مننا المره اللي فاتت، نزلنا منه 4 الوان. ده بكام؟ ده 400 جنيه. حلو قوي قوي. في بقى من ميديوم لدبل اكس. فين الدبل اكس والميديوم؟ ده كده الاكس. انت بقى الوان دي مفرقعه كده شويه. ده كده الدبل. في منه كمان اللون النبيتي. اللون ده حلو قوي. اللون ده حلو جدا. الناس بقى اللي طلبته مننا تيجي يا جماعه، عشان البازار اللي فات كله طلب البامب. بصي الالوان بقى بتاعت الحقيقي، حاجه كده حكايه يعني. اطفال يا جماعه، الحاجات دي 100 جنيه بس، ده 150 بس. كله هينزل ان شاء الله على اللايف ده. كله هيهمك، ولا يهمك. كله هينزل على اللايف ده ان شاء الله. جاما سي ستور. اهو جاما سي ستور، اسالوا عليهم، حاجتهم خطيره. عامله ايه يا قمر؟ ورينا الحاجات الحلوه دي. حلوه قوي يا حبيبي. دي لسه جديده بقى. ايه ده الحلاوه دي؟ شوفي انا بلقط على طول الجديد بتاعي. انت يعني بتيجي على الجديد؟ الجديد بتاعك بعرفه. دي خطيره. ايه ده الحلاوه دي؟
دي طبعا ده قماش متفرغ رحاب ما بلاقيش حاجتها في اي حته والله ما بلاقي حاجتها في اي حته ان هي بتقعد تفنن مع نفسها كده وتطلع حاجات شغل مش موجود في حته خالص دول طعم على بعضه كام طقمات على بعضه دوت 850 اربع قطع بشكير 70 في متر و40 وفوطه 50 في متر واثنين فوطه 30 في 30 ودي ايه دي روات للمطبخ قطن 100% والله دي تنفع بقى مفرش ممكن في ناس تستخدمها مفرش اي اشياء من فكره انها تبقى فوطه للمطبخ ممكن لو في ضيوف يعني قريبين في معانا في البيت ممكن تبقى زي فوط سفره او بنغطي بيها الفاكهه بقى ساعات العيش وهو سخن بنغطي بيها بالظبط حلوه قوي هي قطن 100% ولا لا مش تنظيف خالص دي فوط تستخدم للايدين للضيوف للفاكهه جميلة برضو المفارش دي ده ممكن ينفع لانتري او للسفره حلو قوي لونه تحفه لونه تحفه ماتشنج الالوان اصلا فظيع لونه قاسي لونه حلو حلاوه ده بكام يا رحيم 450 الله يخليك والحاجات اللي بستخدمها برضو اللي خلتها يعني استخدام سلع معمره مش الحاجه تتنتش وتتقطع لا 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 والله خطير خطير عايز بيت كلاسيك بس وده برده زيه زيه بس لونه حلو قوي قوي ده تحفه فظيع فظيع حلو يا روح في ملايه جديده ده ايه دي الفساتين ملايات الفساتين اللي بتحبيها ملايات الكرانيش ملايات الكرانيش زي البيت الانجليزي بالظبط حلوه قوي ولونها تحفه بكام الملايه دي 550 ملايه وايه ملايه اتنين خدادية بكرانيش وكيس مخده دي تفرش لسرير 180 نعم خالص نعم نعم تحفه حلوه قوي جميله يا روح يلا موعدين عندي يلا بينا تعالى انت روح فين دي اللقطه اللي انت عايزاها عند اسعار حلوه انتوا اسعار طبعا اسعارنا حلوه 490 لون ده ده لونين لازم يكون في طبعا شيك قوي والكات بتاعته حلوه قوي وطويل طويل 85 طويل الوقت حلوه قوي في عندنا كمان نعم كده اربع الوان كده نعم اربع الوان الجراي والهافان والترتيب الجراي جدا برده دول 290 حلو قوي ده برده حلو قوي الحاجات دي كلها علشان خاطرك عشان المعرض بس حلوه قوي ما نزلناهاش اونلاين لا حلوه لسه نازله المعرض بس يعني بصي واللي هو ايه عليها جاكيت ونعمه قوي تلبس تحتها سوت هاي كول عايزه شهر ثلاثة شهر دخلت الصيف حلوه قوي قوي السياره من قدام وطويله من ورا سالون كام؟ دي 350 حلو
انا لابساه بس اللون التاني ده زي اللي انت لابساه. انا لابساه طقم على بعضه. شيك على بعضه شيك قوي. ده اللون التاني انا لابساه. صوريني انا قمر. قمر والستاندي ده كله ليزي. ده سيل ايه بقى؟ حاجات كلها ليزي. ده 205. معظم الحاجات 205. حلوة قوي. مين هنا؟ انا. اهلا اهلا حضرتك. داليا صبري. مش اول مرة تنزلي معانا بس شكل حاجتك حلوة قوي. شيك قوي البوكلات ده قوي. الشياكة دي ده سعر كام؟ حلو قوي. ومنه الوان ايه؟ دي الوانك ايه؟ الاكياس الصفرا دي بتاعتك؟ ايوه ايوه اوكي. ده حلو قوي. بصي ده السنتر والدهن بتاعه. اوكي دول حلوين قوي اللي هم الترتر. عامله الليزر وعامله المنطور فر وهي ال يعني هي قطيفه سبايات. يعني سبايات بس اللي تحت ده اللي تحت ده قطيفه. بالظبط بيدفي يعني. يعني هو شكوي مش صيفي. دول نفس دول شيك قوي. دول شيك قوي. وده ايه البنطلون ده؟ كله بقى الساكس. كله ساكس بقى. جيبه كده والبنطلون واسع. طبعا جميل. تسلم ايدك داليا صبري. داليا صبري موجودين النهارده وبكره يا جماعه. سعيده انا شفت حضرتك. انا اكتر يا حبيبتي. منوراني يلا احنا في انتظاركم. هايدي فين بلوستين؟ اهي. ايوه اللي كله. ايوه الثاني بالليل عليك. اللي هي كارل لاجر فيل. تحفه. والسي كي كل حاجتها خطيره. بصوا والابيض ده بقى وريني الابيض ده ايه.
برضو مهير كده من جوه. كله مهير. اه كله مهير من جوه. كله مهير. خطير. طح. والبنطلونات. والبنطلونات وفي دي كان وايدة. والبالنسياجا. بيبقى سلسل وكل. اه تحفه تحفه خطير خطير. هاي ترنجات جميله اهي من ميمو. اه ميني شوب تحفه. اه كده حلو. وارجع لحنونه. ماشي خلي حنونه معاك على طول يا حنونه. ماشي من عينيا. هي هايد عايزين نكسر الدنيا يا هايدي. ايوه احنا عاملين 25% عشان خاطرك في اليومين. ايوه خصم 25%. وانا نيلتي سودا ايه هروح مفلسه. المعرض ده فظيع. نيلتك سودا وتروحي مفلسه. ايوه هروح مفلسه فعلا. البتاع انا مش بصورك اهو بسمع بس. صوري الحاجات اللي هي جايباها. جبتي منين؟ جبتي اه بتاع البخور خطير. خطير. والجبلين تحفه بس اسعارها حلوه قوي. انا لسه حاجزه حاجات بس مش عارفه اشيلها احطها فين. معلش عايزه اصحيك الوحش. وحش ليه قلبه يا ناس. دي بنوته. ايوه ايلا. ايلا قمر كلميني. طيب ابعتي لي. ماشي هبعتك على طول. ابعتي لي ابعتي لي عشان الرسائل ضاعت كلها. ضاعت احسن جنب بعدت. الحمد لله ربنا. ده انا كنت بفكر امسح. معقول معقول انت بتيجي على طول؟ انت بتيجي على طول كل المعارض بتشتري. مش معقول حبيبتي. والله والله ميرسي انك بتيجي. تسلمي. جبتي ايه؟ جبتي بخور وحاجات. لسه حاجات. يلا حلو. اه بقى هي حاجات. ايوه على طول بتيجي تشتري المرسال وتشتري الباقي. فظيعه فظيعه. اه من الميك اب جو. نورتيني يا قمر. نورتيني يا حبيبتي. يا حبيبتي جايالك. ها الجمباز بس جايالك. ايوه لموا اصحابها بقى. لموا اصحابكم كله. لموا اصحابه. المره دي مختلفه حلوه قوي. اه لا انا المره كل مره زي هم نفس الناس بس احنا جبنا قفانا كتير قوي ودورنا في بس المره دي كتير الحاجه اكتر. لا عشان احنا بس قاعدين في كده. احنا هناك بما اكتر. هنا اقل العدد اقل هنا. لا بس انا لاقيه حاجات جديده ويمكن ناس اتغيرت. اه ايوه في حاجات جديده. اه 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 يعني مثلا جديده الجبلان دي جديده. اه طب لو انت فاضيه بقى تعالي صوره. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ شيل حبايبي طبعا. براند هايدي اسمه هايدي ستور. بيسألوا عليك يا دودو. المره دي عامله اه ما نزلناش مع بعض. وريني القمر. ايه الشيلانه التحفه دي؟ تحفه عليك. ايه الشيلانه القمر دي؟ انت خطيره. لا لا الشيلانه دي حلوه برضه. بصي يا فاطمه صورت. حلوة قوي. عاملة اسعار حلوة. اه عاملين اسعار حلوة جدا. ها. حلوين. فرقة فرنسية. فرقة اه. ده برضو غريب قوي. ده جاكيتات. ايه الحركات دي؟ ايه الحركات دي؟ دي حركات خطيرة. في منها اللون الفينك كده. انا هطلع بقى عشان اروح. حلو قوي ده. اهلا اهلا. ده غريب جدا ده. حلو قوي ده. اه دي مدخله السيرتر مع الفارو مع الجلد مع الشغل. والكشمير كمان احلى ده.
ده مقاسات كبيرة. خطير خطير. أو التريل في الستات مقاسات كبيرة. حلو ده. الحركة دي بتتعمل على الجاكيت الجينز، الجاكيتات الجينز هي عاملاها على البنطلون مقاس كبير ومقاساتها كبيرة. ده مدلعين شويه. مقاسات كلها كبيره. برضه صوف حلو قوي. ايما ستايل، ايما ستايل. هو الناس هتعرفك بالصيفي. هي حاجتها الصيفي مميزه ومعروفه. ده تصميم جدا. دي ديزايناتها هي بس ما فيش زيها. وهاتي الورد ده، الورد ده ايوه الناس بتحبه قوي من عندها. هي معروفه مشهوره بالموديل ده، بس عامله كمان الموديلات الشدني شيك قوي. خلاص ما رمضان دخل هيبقى مش فارق. لا ان شاء الله هيبقى كمان. لا واللي وراكي ده حلو. بصي لا ما تطلعيش، ما تطلعيش. ده حلو قوي. ده اللون الثاني. ده برضه تصدير شيك قوي. ده شيك شياكه خطيره. تحفه تحفه تحفه. انت اللي جميله. تسلم ايدك، تسلم ايدك. وده حلو برضو قوي. اين انت يا استاذ؟ فين كده؟ كان برضو ده بيه في الكاب شويه. ده برضو قطيفه. لا نوع من السوف. طالي جميل. ايما ستايل. الله الله الله. لا ده انت عندك كام موديل ما شاء الله. ده موديلات كتير قوي قوي قوي. ما شاء الله ما شاء الله. ميرسي جدا على ذوقك وجمالك. نورتيني والله. يا حبيبي كده الكارت مع حضرتك. هاتي الكارت. ايما ستايل انت معروفة. ايما ستايل دكتورة ايمان سويلة. حاجتها حلوة قوي قوي قوي. وان بيس وان سايز. من القطعة ممكن قطعتين بكتير ثلاثة. خلاص يا رولا. يا رولا ازيك يا رولا؟ عاملة ايه يا حبيبتي؟ رولا عاملة عظمة. ايه عاملة حاجات حلوة قوي. اشتري منها. بصي دي حلوة ازاي. ودينا يا امنم حلوة قوي. عاملة حلو بس عايزة تقصر شوية يا امنية. لا ما هو عشان انا مش هلبسها على ده، هلبسها على حاجه من الثانيه. ده شيك قوي. كنت لابسه الصبح. كنت لابسه مع واحده اشتريت الثاني فانا ظهرت ده بقى لعب. مين؟ ودول كلهم بقى حلوين قوي دول. والله انا ما نمتش. الاسود دي ده ايه ده؟ سويرن. طيب في منها ذهب بالظبط. طالعه موضه فعلا. طالعه موضه فعلا. لا انا صاحيه ما تطلعوش عليا عشان انا نايمه. انا صاحيه. انا نايمه اصلا. انا صاحيه. ده ايه دول؟ ده لطيف قوي. حزام. ده وانا قلعت ال فين السحر بتاعها يا رب. اوكي حلوه قوي.
شكلها ذهب جدا خطيرة. شفتي دي دي في منها ذهب برضو بس عايزة ايد تخينة شبعانة شوية. أيوة يا اختي احنا شبعانين بس مش مربربين. أيوة حلو ده. شفتي جميلة جمال. انا هحطه فين الكارت بتاعك يا رول؟ حاضر يا حبيبتي. احلى كارت. أكبر كرت. كمبوشة. هي كمبوشة. هي كمبوشة دعاء. أحسن بصي بنطلون. إحنا أجمل اختراع. مشكلة من البداية. ادي الكابوشه الاختراع اهي. انا لابساها يا قامت عندي خلاص. هي الكابوشه حلوه البيضه. ده في كحلي. وادي الكابوشه. الناس جينا قالت لي مش معقول الكابوشه. انا صحيت بالكابوشه ونايمه بالكابوشه. الناس بتسال على الكابوشه. اهي الكابوشه اهي لون مش متبانش. يلا كمبوشة كل الالوان. جبتوا بقيه الالوان يا امنيه؟ بقيه الالوان جايين في الطريق. يلا الاسود. كان الاسود خلص. جايين في الطلب كله. جايين في الطريق كمبوشة والتلبيسه. التلبيسه السوري جايه في الطريق. ماشي يلا مستنيينكم. احنا لسه بنسخن. لسه بنسخن. اهلا اهلا. بوتيكير. هذا بوتيكير. اهلا. انا دي ايه؟ مش لها مش عارفاني كويس. انت لبستي الكمامه؟ لبست بقى. لازم. ايوه جميله. اللي هي بقى هم بيعملوا المخمريه الصلبه. الصلبه اللي تمشيها على جسمك كده. دي بعد الحمام. ده مبشر كله اندر ارم وبكيني مباشر كده على الجسم وعلى الشعر كمان. دي ما فيهاش كميه. خطيره خطيره. في كمان زيوت الهندي وفي الكيش كينج وفي انا بجيب الشامبو منهم على طول. الشامبو ده على طول بجيبه منهم. في الاوردينري الاوريجينال وفي الفازلين اويل. ده حلو قوي للجسم. شفتيه؟ انه اللي هو الاويل ده. ايوه دوت ده الجديد. فازلين اويل بادي اويل. ده بتاع المساج. مساج ممكن يدينا عادي وترطيب. بس انا مش بحب اللي هو مش بيسيب ملمس دهني. في ريحه تانية؟ لا هو نازل ريحه زي الكوكونات. ايوه الكوكونات بيشربوا. بس هو الجلد بيشربه بسرعه. انا عارفه في ناس بتحب الكوكونات. في روايه في الايدين. في الايدين بقى ده بتاع الايدين عشان الشتاء بقى والضوافر والكالسيوم. فازلين منه الصغير ومنه الكبير. ده ملوش ريحه. ده بكام الفازلين ده؟ ده 85. اوكي. في الاردناري كمان اللي على فكره ده ب 120. احنا عاملين عليه خصم 85 اللي هو الفازلين بتاع الضوافر. نعم. ادور عليها تاخد. وفي شيتات اللي هي الكوري كلها. وفي الاردناري مفيش. انا هو فين؟ وريني تاني. في الاردناري كمان بتاع ده بتاع الشعر ولا أيوة بتاع الشعر. ده تحفه. ده بتاع الشعر. ده بتاع الكيرلي. بتاع الكيرلي عشان انا بس كان في حد بيسال يا جماعه على الشعر الكيرلي. ده الكانتو ده خطير خطير. ده امريكاني. وفي اللولين ده كمان امريكي برضه. ده حلو قوي للشعر. ده بتاع الشعر الكيرلي. البنات اللي بتحب الشعر الكيرلي ده الكانتو ده. انا بنتي بتحطه قالت لي لو خلص ده هنعمل ايه. اهو موجودين. ده تحفة. ده سعره كام؟ ده ب200. ده حلو جدا. هناخد ده اهو كيرلينج كريم. وكير فور كيدز. انا هاخد. جربي البلسم والشامبو بتاع كشكي. عارفه اهو طلعتي. مريم انا ده
نقبل الخصم. أيوة. ناخد البازلين. أبوي البازلين هيعجبك. ده اليدين ده على طول. ماشي. قلت لي 80. ماشي 80. لبستك حلو. لبستك مع البتاع. ايش جميل. جمع دول عاملين حاجات ب 150 بقى كل دول. يلا. حبيبتي مش معقول الشياكة. المينك يا جماعة. حبيبتي انا قست كل الكلام ده. عند الشيك كده نص ساعة وبعدين قال على الخطوط. فين بتاع نبيل عبيد؟ ايوه. قلت في واحد بتاع نبيل عبيد ده اهو. بس انت عامله اسعار بقى خاصه اصلا. على فكره انا عامله اسعار خاصه جدا جدا جدا. عامله ديسكاونت فظيع. الحمد لله لانه كلها مخدودين في الاول بس الناس بتعرف الاسعار. والله حقيقه اسعار خاصه جدا. ايوه بالنسبه للاسعار بره انا عارفه. ايوه اصل ده اصلي اصل ده بتاع العمر خلاص هو بيجيب منه حته. فعلا حضرتك قلت كلمه صح. هي لازم كل واحده ست عندها قطعه حته في الجلد. لازم صح. بس بصوا انزلوا وشوفوا لانه الاسعار دي مش موجوده بره خالص. وفي هستيريه. لا انا انا بسمع ارقام بتخض منها. ايوه فعلا. لا وده تحفه. لا انا الايدين والرجلين. الايدين والرجلين والوش ده بس يعني درجات قدامي زمان. ايوه عارف. لا صابرين يعني. خطير خطير. لا ما شاء الله. بس انت عندك مجموعه تشتغلك في الحاجات دي. ايوه من العمر. ايوه انا اي حبيبتي كده بقى ده لايف مع ضيفتي. ايوه بصي يا فاطمه. بصي الكم اصلا ما شاء الله. في حاجات في حاجات كاجوال. في حاجات كاجوال. لا في حاجات يوزد. في يوزد. انا حاسه انه في يوزد. لازم يبقى في يوزد طبعا. لازم يبقى في يوز. يعني بصوا عشان بس ايه يعني في يوز. الحاجات الاوريجينال الغاليه بتتباع. ايوه يعني انت كانك تشتري حته الماس عندك في البيت. ايوه المنك والشنط في حاجات معينه كده. والساعات دي حاجات خلاص للعمر والعيال يعني بعد عمر طويل. زي رشا براند الشنط. ايوه طبعا في ناس كتير بيبيعوا يوز. في المهم انها تبقى قطعه اوريجينال. بصي الناس عجبها قوي الباش ده. انا عايزين البنط بتاع دودو. ايوه خلاص صح كده. صح كده ده عجب الناس قوي ده بالظبط. هو بصراحه مميز جدا يعني في 3 4 ايام ده مميز. مميز بشكل مش معقول. بس على حسب انت محليه والله. الالم جميله يا ماما. انا بقيت اقول لها تبعت تاخد حاجات. انا عندي ثروه في البيت كتير قوي. ده تزيدي حبيبتي يا روح. والله يا روحي حبيبتي منورانا وميرسي ان انت معانا في المعرض. ميرسي ليكي ان شاء الله مع بعض دايما على طول يا حبيبتي. مع بعض يا حبيبتي. يلا يا قمر. الاوريجينال مينك عشان الناس تسال بس على الصفحه. دي الصفحه اوريجينال مينك. هي اسمها فر. اسم الصفحه اسمها ايه؟ فر حاجه مش اوريجينال مينك. انا كنت منزلاها فر مينك فر. مينك فر بالظبط. فرش. ايوه ما انا بشوف الناس من وراء الكمامه. ما وراء الكمامه بستشف مين دول. كونو شغالين. كونو تعالي ورينا الحاجات الحلوه. حاجات
ورينا يا فاطمة. حلو ده. بصي الوانه هي البودو كلها. انت بتعملي الالوان دي في الشتاء؟ اه. بصي ده بياخدوه بيخيطوه على الهدوم. على لانه اصلا انا عاملاه قماش. انت مالك النهارده كده مش في الفورمه؟ اه مش في الفورمه، ده انت كنت عامله لنا جو المره اللي فاتت. ايه حبيبتي يا دكتور، ها عايزين الجو بتاع كل مره. ده كده اه بيخيطوه على جلابيه او على كده. رايحه فين؟ ايه جابوه؟ يلا بينا يا قمر. اشيل ايه ده؟ فين الخواتم الجديدة؟ فرجينا. اتفضلي. اوبا دي كلها جديدة بمقاساتها كلها موجودة. حلوة فعلا. دي حاجة مطرقعة كده برضو. ده نضرب حد بالبوكس. استني 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 بصي عليه يا فاطمة. انت شايفة دي صور ايه فاطمة؟ استني ده انت هتعوري له عينه مش هتضربيه بالكوب بالبوكس. ايه ده؟ تورتايه. دول ميزتهم كمان بصي ان هو يعني ضيق. اه ده حلو قوي. ده حلو حلو قوي كمان تحفه. ده حلو فعلا. هستلس على بلاتين بصوص زيتون كلها. حلو قوي ده. شيخ خليل كومي اهو. شيخ خليل كومي ده يا جماعه اطلبوا ده يا بنات، اطلبوا ده يا ستات. حلو قوي من شيخ خليل كومي. ده برضو نفس زي الثاني بس. انا عامله اوفر النهارده اللي يشتري قطعتين ليه قطعه هديه مجانا. حلو قوي. ده كله ستانلس. بصي ده كله جديد ستانلس بخصوص بلاتين كلها. بصي ده كله جديد. بصي ده حلو قوي ده. انت مش مصوره فاطمه؟ حلو جدا. تبعت للبنى يا كريم هنشوف يعني في حاجات نازله. طيب استنى طالعينها معلش بقى. دي كمان جديده وريها دلوقتي. دي كمان جديده. الختم بتاعها اه حلوه طبعا. حلوه يا حبيبتي. جميله جميله جميله. كاجوال سوكس. كاجوال سوكس الراعي الرسمي للدفى الشتا ده بصراحه. لمينا بقى كل كميه شرابات وشراباتها فظيعه للبنات بيهم يا جماعه. اه والله عمالين نعمل لسه. احنا عاملين حاجات لمرضى السكر مخصوص. ايه بقى ليه؟ آه مرضى السكر. اه قطن صحي 100%. اشمعنى مرضى السكر؟ اشمعنى مرضى السكر؟ هي مش لمرضى السكر بالظبط يعني، اللي اي حد يكون عنده مشكله في رجليه يعني فاهماني؟ ممنوع استك جامد كده حاجات كده. القدم السكري والحاجات دي بالذات. ايوه ايوه. وده طبعا قطن 100%. ده قطن 100%. وده طبعا انا اهو مخصوص. انا واقفه مستنياكي من السعوديه. يا حلوه. اه والله بشوفك دايما. يا حلوه يا حلوه. انا ابني الله يكرمه ابني. برافو عليك. مسؤول هو اللي جابني مخصوص. برافو عليك. لازم اتصور معاكي الحبيبه. يلا يا حبيبه قلبي نورتي. إيه؟ جايه من جده يعني علينا على طول. عليكوا على طول. بقالي يومين ثلاثه كده عشان كده يعني. يا حلوه يا حلوه. ثاني حاجه عايزه اعرف موضوع المراتب اللي جبتيها ما عرفتش اوصل للبيت لل ياه. من زمان انا عارفه بس عايزين نغير لهم. يا شيلها شيليها احسن.
انا مبسوطه قوي اني شفته بجد. نورتيني والله مش يكفي. اشتري بقى ودلعي. دلع ماما والله. برافو عليك. لا ابني باربي الحمد لله لغايه دلوقتي. ده الاصغر منه. الست واقعيه لغايه دلوقتي. الكلام ده يطلع لما تكبر. ايوه احنا مسجلين كل حاجه. اه ما لا وانا بقى سجل. ايوه سجل. ايوه سجل. انت لغايه دلوقتي ابن بار. اه صغنون ده اخر العنقود. ها عندي اتنين زيه. عندي كم سنه؟ كم سنه؟ هيكمل 21 حبيبي ان شاء الله. ربنا يحميه. والتانيين كبار؟ اه ايه؟ اه الحمد لله لغايه دلوقتي. غير ستات؟ لا صبيان. انا خايفه من دي. قال لك لما تيجي الست وبعدين. لا ان شاء الله. الحما ايه بقى؟ حلوه. طيبه شكلك طيب. انت اللي طيبه مش دعوه. واحلى من التلفزيون كتير على فكره. اضربوا بعض مالكيش دعوه. الله يخليكي. اه لا عسوله فيك. انت عسوله يا شكرا حبيبتي. نورتيني يا قمر. نورتيني. تعالي يا نرمين. تعالي يا اختي. شوفي خلص بس الكشف والصبر. قلنا روحي كتير. يلا تعالي يا استاذ. دي نرمين رياضه هي اللي عامله لي الميك اب. بتعمل لي وبتعمل لميه فهمي عبد الحميد وعامله لكل المذيعات صراحه يعني. وشري هنا ابو الحسن. شري اهي شري عبد الغني وآية عبد الرحمن وفرح. وفرح فين رقم تليفونك يا أستاذة؟ تعملي أفراح وليالي ملاح. نرمين أفراح وليالي ملاح. يلا عاملة أي أوفر؟ أي حد بس يكلمني يقول لي دعاية فاروق بس كلمة السر. أي أسعارها خطيرة أصلا. أسعارها حلوة جدا. يلا اهلا اهلا. اول مره معانا ار جي ديزاين. وديني كده بقى الحاجات الحلوه بتاعتك. زي وقت الظروف كده. هو جلد على شموع يعني. هو ماتيريال غريبه شويه. اه حلوه قوي. انت لابسه عليه شميز ابيض طويل. لابسه يعني. طيب خلاص مش هستناكي. مش مشكله. كله ساتس؟ لا الناحيه الثانيه الجاكيت بس انا حاطه منها الساتس. حلو قوي قوي. ده بالشروال بتاعه. الشروال ولا ايوه يعني دول القمر بتطفي. اه بيقولوا كده. اه ورينا كده بجد. نوري الكاميرا. اه بكام ده بقى؟ الازرق ده. ازرق ده حلو قوي. 900. وده حلو. 900 900. عايز شوفي عليكي كده. لا انا ده خطير. ده الشروال ده خطير. انا كئيبه شويه. كئيبه ما هو ده كئيب برضه. تعالي لقيتي ضليتك المنشوده. اسود بقى ده كمان جميل بس ده حلو قوي. طلعت لك هي قالت لك انا كئيبه. طلعت لك الاسود. لا هو ال 900 ده حلو. انهو اللي هو الجراي ده تو بيس هو زي الكاموفلاج بس الجراي. لابسه ايه؟ ما انت لابسه جراي. ما نغير الشتا بقى. ايه رايك نغير ونلبس لون تاني؟ عاجبني التقسيم اصل انا شفته قبل كده وفكرت فيه صراحه يعني. حلو قوي. دي اسود سوديها. طيب وده حلو برضو. برضو برضو الله. اه دي ده ولا كربونات؟ اه اوكي. ده ساده. حلو ده قوي. الله ابيض. واو ده بكام؟
900 برضو حلوة قوي. بصي انا هاخد التاني يلا من غير اللايف. ماشي هتاخدي الاول ولا زينة ده كده؟ اسم البراند ايه؟ سيفورا وماك وكيكو. اهلا اهلا عامله ايه يا جميل؟ وريني الميك اب اللي عندك. قولي لي بقى كلميني عن الميك اب ايه؟ انا عندي حاجات كتير. اوكي. ده بيوتي بكام؟ ده احنا عاملين عليه سيل عشان البنت بتتكلم. اوكي. يا هدى بيوتي انت عندك الروجات بس؟ الروجات بس. طب هي كمان الفوند تاسكا خطير. طبعا. ايه تاني وريني الدور ايه؟ الدور الكحلي ده اللي هو الاخضر. ناعم قوي يعني. ده سعره كام؟ ده انا عامله عليه سعر بمشي. الوانه كمان حلو. بصي انا عاملين ازاي؟ ارمين. ده فوريفر. عشان انا الناس بتقعد تسالني جبتي الكحل بتاعك منين اهم ناعمين قوي ومش ناشف يعني بتغلبي على ما هم دول الميزه ان هو ناعم فعلا دول اللي انا بحط منهم الناس كل ما احط يقولوا لي منين اهو من هنا اهو تعالوا يلا ده ايه ده الموف الموف الغامق لا انا بحب الازرق والاخضر ناخد دول دم يا قمر هتشيلي كيس تيشو وده ايه؟ والله ده بقى من ده سويدن ده من اوريفلام غسول للهلسي ده واحد وعليه واحد هدية برضه بكام ده؟ واحد وعليه 1300 جنيه ده من الحاجات اللي بتنعم ريحة تحفة الريحة دي مش بيحرق ولا بيعمل حساسية حلو ده نازل واحد وعليه واحد هدية عشان يتبسط يلا
انت مين يخرب عقلك؟ انا بغير مش بكتب عقلك عشان انا مغيره تمام شويه. طيب احنا لايف ورينا الشياكه. تعالي فاطمه رقه بس. نعومي ايه احنا كنا ايه؟ نعومي ليدي. ليدي نعومي صح صح. حاجتها حلوه. انا جربت. انا حاطه دلوقتي في بيتنا الملايه دي حالا. دلوقتي حاطه الملايه دي خطيره تحفه ونعمه وجميله جميله والله. مش هتوبر ولا انا بقى ان شاء الله مش هتوبر ولا اي شكوى الحمد لله. لا ليدي نعومي بقى كانت معايا المره اللي فاتت وما شاء الله الناس عجبتهم حاجتها جدا. وعايزه برضو اوريك حاجه. عايزه اسمع الجمله دي. قولي بقى. جوزها بيقول لها الجو ساقع. قالت له ماشي. تجمع. قلت له مش مشكله نازله. انت جايه منين؟ انا جايه من السلام. انا من المحل على فكره. لا انا مره بجيلك معايا ولادي الاثنين. شاري. ايوه انا فاهمك. ايوه. هو المره دي بقى ما رضيش. لا المره دي قاعد يقول لي الجو ساقع والدنيا ولا ساقع ولا حاجه. احنا الجو جميل والشمس. بقول له كل الطريق اقول له الشمس خابطه في عيني اهي. ما تخليوش يقلب علينا. اول ما اشتريت الشريط لي اشتريتي هو. طب خلاص يا عم. تضحيه. قمه التضحيه والله. ربنا يجعل عافيه. مش معاكي بقى. بنتي بنتي خارجه من العين. قمر يلا نتصور يا حبيبتي. هتصور معاك وحياتي. يلا. انا من عشاقك.
نورتوني يا حبايبي، شكرا منوره. يلا نور، يلا جبتي ايه؟ الله، ده منين ده؟ من عند اسلام، اول فرنش، اول سايد على عنده حاجات جميله قوي. ده ايه، شربات ولا لا؟ لا دي بوزات. ده مين ده يا فاطمه؟ النبي ما انا عارف، اسكندريه اللي هو وايلد كات. لا حاجات دي، حاجات كلها جميله تحفه، حاجاتهم خطيره. نزلوا رجالي امتى؟ روح في، احنا حاطين لكم حته كده، حته في الدولاب، ظرفه في الدولاب. مش كده؟ اه بالظبط. انت تاخد ايه يعني؟ هي ظرفه في الدولاب، واحنا بقيت اثنين وانا باخد اربعه. ايوه بالظبط كده، تحفه الحاجات. وده ايه؟ ده تريني. دي هايدي، هايدي تحفه. ايوه وشي ازاي؟ ايوه ايه الحلاوه دي؟ برافو عليك. والملايات بقى، عايزاكم تتفرجوا على الملايات. حلوه قوي فعلا. بصي الاسعار حلوه كمان يا دعاء جدا. بصي ده، بصي ده الطقم ده، الله 300 جنيه. اه ده لونه يهبل، تحفه تحفه، ده لونه يهبل. عجبني قوي، وريني الملايات. 300 جنيه ده تحفه. امال كانوا بيقولوا لي لا نعومي، ليدي نعومي مش غاليه، مش غاليه. انا المره اللي فاتت الناس كلها كانوا مبسوطين. لا والله اسعارك حلوه قوي، اسعارك مش عادي، مش عادي. وبعدين الوانك تحفه. هنتصور. ايه ده؟ ايه اللي عايز اوريه؟ انا عايزه اوريه على امنيه. طيب بصي يا دعاء، ده عايز اوريه لك. الله، ده ايه الكوفرتا دي؟ كوفرتا ومفرسه دي تحفه، حلوه قوي. دي بكام دي؟ 150. نعم ده اسباني، حلو قوي. اسباني قطن على ستان، حلو قوي. مفيش عندي غلو خالص يعني. انا هاخدها. نقبل الخصم ولا نقبل؟ انا هاخدها. في منها كمان تاني تحفه. ده اللون فظيع. بصي بصي، هو البيج تحفه بس عادي بقى، بس ده حلو قوي. ده تحفه. خدي يعني، انا عندي بيجات كتير. ده مش عارف ايه ده، تهبل ب 150، فظيعه. ستان في اوضتي. هاتي، كل ما تتغسل كل ما تتقل. حلو قوي. تحفه يعني. اصل احنا خلاص شويه وهن هن عندي كل. خدي يا قمر، بس حطيها لي بقى وهي في الكيس. هلي الفها الاول. نامي يا قمر، يلا بينا. هتلفيها بس اوعي انسى، اصل انا هنسى. انا هستلمها وبستلمها. ايه الاخبار؟ احنا هنا مين؟ ماي ستايل. ماي ستايل. اوكي، تعالى كده فرجني الحاجات الحلوه اللي عندك. فاركوف جيرل يا فاطمة، أصل إحنا مسمين نفسنا كده. خطير ده، دي تحفة. لا خلاص بيخلص. عامل اسعار. طيب هبص الستاند كله، اي حاجه ب 150 على الستاند هنا، والستاند ده هنا اي حاجه ب 400 على الستاند هنا، الا الجاكيت ب 450 النهارده. الحاجه الاسعار دي النهارده بس، مش في البازار بس. اي حاجه هنا ب 400. القماشه دي غريبه قوي، هي ووتر بروف بس معالجه كده، عامله زي غريبه كده. حلوه جدا، ده حلو. وريني رو. لا لذيذه قوي صح؟ اسعاره حلوه، عامل اسعار حلوه قوي. دول حلوين برضه. كل ده براند بتاعنا. ماي ستايل؟ بس ده البراند بتاعنا. براند تاني على فكره. أي حاجة عليها سيب. بقول
حلو جميل ستايل. دي صفحتكم على فيسبوك وانستجرام. هاتي هاتي الكارت يلا. تمام منور. انتوا معانا بقى وصفحتكم معانا وكله معانا. يا ميمي انا جيت. ايه الاخبارات؟ انت عامله ايه؟ عامله ايه يا ميمي؟ حلوين قوي دول. ايوه الوانهم اهو ده انا لابساهم. طلعي الحركات اهو كده. في منه الكابيشون كمان. الله الوانه كلها وكل ده تريننج بالبنطلون ولا ده سواتشر؟ سواتشر كله كلها من جوه. السرنجات بقى ده سات على بعضها عاملين عليها خصم وبضعف. حلوه قوي بطلع يا جميل. حلوه قوي. وعندنا بقى الفستات كل اشكال الفستات. ايوه انت الفست اللي متصوره بيه دي. ايوه قوي. وفي الحاجات كده كمان اقوى شويه. كده ميمي شوب. ميمي شوب دي صفحتها على طول معانا. نشوف معانا في كل المعرض. ده متبطن ده كده. والناحيه الثانيه ووتر بروف دبل فيس. يعني ده بيتلمس على الناحيتين. عندي من اول سمول لغايه 3 اكس لارج. بس كمان بس ده كده طالعين موضه قوي تحفه. الناس بقى اللي بتحب الشتاء لازم ينزلوا صح ولا غلط؟ ايوه يجوا ياخدوا سقال حلبسه. انا بحب الشتاء. ايوه صح ولا غلط؟ حلبسه انا خدت. انت خدتي؟ انا خدت حلبسه. طيب ماشي لازم بقى. انا عايزه بقى اللي بيحبوا الشتاء واللي بيحبوا السقا واللي بيحبوا يغنوا في المطر يجوا ياخدوا القهوه مع دعاء. هو في مطر. ايوه اللي بيحبوا الاجواء دي. والله الجو تحفه. لا لا يعني مش عايزه حد. انا عايزه انا عايزه الناس الشباب. أيوة. الشباب بس يجوا كده ونتبسط مع بعضينا. يا ماما يا جميل. احنا لايف اهو. ورينا الحاجات الحلوه. ورينا الحاجات الحلوه يا ماما. ده ايه ده؟ فستان. هو الفستان كده تحفه. اوكي لبس على بنطلون صح. دي حلوه. النبيتي اللي وراه ده ايه؟ النبيتي اللي وراه ده حلوه قوي. ده متبطن جوه خطير. اسود رمادي. في منه الوان ايه؟ اسود ورمادي. طب لونه حلو قوي. الاسود ده بكام؟ الفستان ب 1250. ده ايه؟ فرنساوي ولا تركي؟ تركي. ده اللون الاخضر الزيتي ده حلو قوي. في منه اسود لابس على. انت جايبه ايه؟ شميزات ده ولا ايه؟ اوكي. وده زي اللي انت وريتيهولي الاخضر اللي قدام. ودي الترنجات الحلوة. الله ده تريننج برضه حلو قوي. الابيض بتاعه ده كمان تريننج بس الناس انتبه يعني. حلو طبعا. انتوا حاجاتكم دي انا بس شايفاها من ورا ومربوطه منها قوي. ده شخلع شخاليع خالص. ده صيفي شتوي ده. دمي سيزون. دمي سيزون. تحفه يا ماما. يبقى معرض لطيف وجميل ان شاء الله. شايفين بوادر خير
وما شاء الله مملي وربنا ييسر الحال يا رب. استفتحنا وربنا كريم. استفتحتي؟ الحمد لله. الست دي لطيفه جدا. الناس تقول تخبي يا ما تخبيش. لا والله استفتحنا وكذا حاجه الحمد لله. الحمد لله والشكر لله. مين مين؟ اوه انتوا اول مره تنزلوا معايا. ايوه اول مره ده حقيقي. انتوا فين؟ وحشني والله. وريني بقى الحاجات الحلوه بتاعتكم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اوعي تكوني بتصوري بس. لا هصور الشنط. الشنط. يا ما شاء الله يا ما شاء الله. يا ما شاء الله يا ما شاء الله. لسه في الاول لسه في الاول. طب نحول بقى على العربيه ونيجي. نعبي. طب ليه دي خلاص؟ بيفل بيفل. ميرسي يا عمر. تعالي يا الله ده ايه؟ ده ده تركي؟ فرنساوي. فرنساوي. ورينا الحلاوة. ألماني. ألماني بصي يا فندم. دول دول لافتين نظري اصلا الاخضر اللي هناك ده من ورا من وانا من ورا ايطاليا وانا لافت نظري امسكيه ده لافت نظري وانا خفيف خالص يعني تقيل بصي تشوفيه تقولي ده هيبقى داهيه خفيف بصي الشياكه دي كلها حاجات من بره من موطنها الاصلي وده برده ده الاسود بتاعه الاسود بتاعه بصي يا فاطمه ده ممكن تجيبه لي اجيبه لك حلو قوي الاخضر قوي حلو قوي ايه حضرتك عامله ايه يا جميل عامله ايه يا قمر مبسوطه انك جيتي بصي تحفه سكر حلو قوي حلوين حلاوه ايه ده خفاف خالص انت عارفه تشوفيهم انا حاساهم داهيه كشمير الاصلي انا حاساهم داهيه لا خفاف وبصي اللي هناك ده انا مبسوطه والله ده بصي اللي هو الكاروم الناس مش محتاجه تسافر بره يا دعاء تجيب حاجه لا لا كل لا حاجه لا. هنا بصراحه بره ايه ويلت ايه اقعدوا هنا عندنا كل حاجه هنا يا جماعه ده ريشه ايوه ده ريشه انا مستغربه بس بيدفي جدا انا بقول لك انا مستغربه لان الطين لا انا مستغربه ليه لان الحاجات دي بتبقى كتيره لا 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 هو مش ايه اشيله لا اعدليه اعدل ايه بقى وهي انا كارهه بقى دي بوز الاخص دي ما بتتعدلش دي كده بوز الاخص اسمها تحفه اهلا اهلا جايالكم بنحج ايه الحركات دي ده كله مستورد ها خطير خطير انتوا اسم الصفحه ديدا فاشن ديدا فاشن دي فيسبوك وانستغرام انستغرام انستغرام وال بصي ده هاتي حلوين قوي قوي ده خفيف برضو لا بتهزروا ايه ده اهي قدام قدام الباب بالظبط بصي الباب اللي هنا اقول لها ايه دعاء فاروق سكارف الكمبوشه اللي ايه بتثبت الكمبوشه اسمها الكمبوشه يا ايه انت عارفه انا قاعده في الصاله عندي انا حاسه ان انا في الصاله فعلا والله دي في الصاله انت بتمضيها ايه ده خطير ده خلاص بقى ما تدبسيني في كل حاجه يا حنان دعاء. ايه ده؟ فاشن فاشن. ايه يا اختي بصي وايه تاني؟ بس البديهه بتبقى جميله اللي عندك جميله ممكن تحفه. ده خفيف خفيه ايه الحلوه دي؟ شكله حلو قوي يا دعاء تحفه. تحفه. انا مستغربه الحاجات دي بتبقى تخينه بتبقى تقيله لا البيوت نفسها اختلفت عن زمان لا 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 انا بجي انا جايبه السنه دي حاجات زي دي لا
نحن نقبل الخصم ولا نقبل هذا. هي ده سعره كام بس؟ لازم يكون كده يعني، ما ينفعش يبقى ابن ناس ويبقى زي اي حد خطير. قريب لا والله، لا والله هم حلوين جدا، بيدفوا مش تقيل. ممكن تقيس نقيس نقيس ده بس لابسه حاجه خطير قوي، شيك قوي. طيب الناس اللي بيتفرجوا، عشان انا عارفه الناس بتتفرج على اللايفات وتنزل، اللي هيجي الاول هو اللي والله كل حاجه راقيه راقيه، كله راقي. حلوة قوي ده. حلوة قوي. هنقيس كله؟ هجمات وحركات؟ يلا 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 يا بنات كلنا. ده تحسي عايز يعيش في المانيا فعلا، من يعني ده المانيا فعلا تحفه. تسلم ايدك دي، ده فاشل. يلا يا سلام يا سلام، القمر ده هو قالته محمد الشعيب. ايوه عشان كده الحاجات المستورده دي مش اي حد، لازم بورسعيد. ايوه 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 صح صح. عماد قال لي نحيك يعني محمد تابعاني لوحدك، وهو عارف عماد لوحدك. ايوه نورتيني. ميرسي قوي على المعرض. يا قمر يا قمر يا اين يا اين اين ايه كده ليه؟ ان شاء الله خير يا حبيبتي، ان شاء الله خير. اينو سيلفر يا جماعه، ورينا اينو سيلفر والحلاوه بتاعت اينو سيلفر. الحاجات الالماظات، الالماظ ده حلو قوي، ده خطير. ده خطير خطير. سعره كام ده؟ يعني حوالي 330 350 في الرينج ده كده. سعره تحفة. وده ايه ده؟ ده برضو حلو قوي ده. ده حوالي يعني 450 460. بس هو اصل ده تقيل، ده اتقل. والحجر كمان اللي فيه شوارفسكي. وده برضو حلو قوي. اينو سيلفر حلو حلاوه. برضو دول كمان. بصي المجموعه دي، بصي ده، بصي ده. ده سعره كام؟
في حدود 290 ل 300. بس شيك قوي، بس الرقه حلوه قوي. برضو في الخواتم الجديده اللي لسه نازله دول، بصي بقى دول، اللي هو الذهبي. بصي الكوليكشن كله. والكارتير اللي نزل السويسري. الكارتيه حلو قوي. سعر الكارتيه كام؟ ده عامل 400. برضو كل الحجر اللي فيه شوارفسكي وثلاث الوان مع بعض. ده تأييد دماس بالظبط. البسي كده. حلو طبعا، تحفة. وفي اللي هم دول اللي هم الفصوص دي، عجبني ده. الفصوص دي خطير. بصي الدبل الجديدة اللي نازلة دي شكل، وده شكل كمان، وده برضو شكل كمان. واو. أنا أهو ازيك يا جميل قمر. ده حلو قوي بس أشكال. ده سعره كام ده؟ مش عارفة، ده لسه ما وصلتش. مش لا مفيش انتي، مفيش الكلام ده. انا عجبني ده. ماشي يلا. لا لا ما انسي. طب مش انسي. طب هن فورجيت ات. طب هنتكلم مع بعض. طب ربنا يخليك ليا حبيبتي. فين صورة البابا؟ مش كل انا هجيلك. انت عايزه تقولي حاجه؟ انا جايه. ما تجيليش. هجيلك. شكلك عايزه تقولي كتير. لا نورتينا. يا رب يسعدك يا حبيبتي. انا كنت بقول في الطبيعي يا جدعان. ما شاء الله امرايا، انا بحبك قوي من ما اول ما طلعت وانت لسه. يا متابعاني. انا دريه فاروق. اول ما قلت اختي. ايوه دريه فاروق. جميله حبيبه قلبي. ربنا يسعدك يا رب. حبيبتي انا جايه عشان انت قلتي. تعالوا يلا جيت. يلا برافو عليكي والله. يا رب يعجبك الحاجه بقى. يا رب ان شاء الله. قولي جميله. انا عماله اقول انا شابه. ايوه مع حضرتك طبعا. زمان معروفه. ما ده كليه الحاجات اللولي الخطيره بتاعتها. ده اللولي الطبيعي المزارع. وبتاع المزارع فين؟ بتاع المزارع ده اللي هو ده. وده لولي طبيعي برضو. وصل هندي. اي حاجة. انا اهو دي طنط دعاء. ده خطير. خلص بكلمك. ده جديد. وده معروف بتاع فين؟ لبس قرب. قرب يعني. ده لوحده كل قطعة لوحدها. هما الاثنين مع بعض. ممكن تلبسيه لوحده وممكن تلبسيهم مع بعض. حلو زي ما حضرتك عايز. حلو قوي. اتفضلي. وده حلو برضو قوي. ده مطي ذهب. ده خطير ده. ده برضو بص دول مع بعض الالوان دي. ركبت الالوان. الله بالعيون دي خطيره. والعين زرقون. زرقون تحفه. وده برضو من طبيعي. كليه لا ده كليه من اقدم الناس اللي بتعمل الشغل الخطير ده. دول حلوين قوي برضو قوي. بيبقى ليهم خيبه خاتم. ده ليه خاتم؟ ايه في ليه؟
والخاتم بتاعه. تحفة تحفة. اطقم كده بقى. هي جديدة الحاجة. اساور ده جديد. ده المرض ندخل من بوابة كام قريب؟ ستة. بوابة ستة. الدخول من بوابة ستة يا جماعة. اه. ده حلو قوي ده. ده رقيق خالص. ايوه اضغطي في الحاجة. برافو عليك. جدعة. جبتي الكمبوش اهم حاجة الكمبوش. الدنيا خطيرة. حلو قوي. ده سعره كام؟ ده على بعض 420. دودو هي تيجان مش معاكوا صح؟ عشان انا دورت عليهم مش لاقيها. لا تيجان مابوش المرة دي. اه. مختلفين. انا هاخد ده. مختلف بصراحة. ودي هيماتايت ودي الفواصل بتاعتها بصوص زرقوم. انت بتعملي الشغل ده بانتي؟ ايوه انا اللي عاملاه وعامله ده. لا بس ده معمول ازاي ده؟ لا ده جاهز. اه دي جاهزه. لا بس اللي هو كل اللي عاملاه. اه وانت ملقطه دول مع بعض؟ ايوه انا اللي عاملاه. دي خطيره حلوه قوي. ممكن اتصور مع حضرتك؟ اهلا اهلا. انا عايزه اقول لحضرتك شكرا جدا لان حضرتك عملتي قبل كده حلقه عن الفيديو. دول الاسوره بتاعته. هي لازم تتلبس حاجه من تحت. تفضلي. مبروكين على حضرتك. دامي يا ماما. دامي يا حضرتك. احنا وي ار كامينج. مين هنا؟ انا جايه. قولي المكان تاني. احنا في توليب النرجس. هيفوتكم يا بتوع التجمع يا بتوع جمهوريه مصر العربيه عامه يعني. في توليب النرجس فندق توليب النرجس في التجمع الخامس. من الساعه كام للساعه كام؟ موجودين لغايه الساعه 11 او 12 بالليل براحتنا. احنا قاعدين والمكان مقفول ومفيش برد ولا حاجه. وهنطلع ناكل بطاطا مشويه دلوقتي. اهم حاجه البطاطا. اهم حاجه حلبسه اكلت وبعدين هروح احلي بالبطاطا اهو هنا. قال لي اول مره. بصي يا بتاعه الايفنتات انت تعليمي. قال لي اول مره نعمل هنا. ايوه. تتكلمي معايا مصوركم؟ لا مش مشكلة معايا هي كفاية. حلوة أوي. احنا مين بقى؟ ايوه خلاص احنا عارفين. ايوه انا مش انا خدت منك اول ما ايوه اول ما اشتغلنا الكارديجان. ايوه حاجتك اصلا مميزه جدا. ايوه هو التوب ده حاجه شبه ده. بصي كمان البالتو بطنه فوق خطير. استني بقى اما
ده زي العلاجي. ايوه صوري صوري نفسك كده وتصوريها فقط. خطير ده خطير خطير صح. ده مهم جدا. عشان تكون متعينه بالظبط. حلو قوي جميل. قصه قصه. مفيش مرايه؟ في مرايه. ايوه ده اوعى وشك. خطير خطير. هو جي بي اس. حلو قوي. انت اللي عاملاها؟ اه والله. بتبان عليها ولا ايه؟ لا يعني بصي ده شكل التركي ده شكل خطير. ده جلد في ارض طبعا. وبعدين كم رجلان. ايوه بيمشي مع كل المقاسات. ده فيه سايز. ده سعره كام؟ ده 850 جلد في ابيض. ده حلوة قوي. ده تحفه. انا اللون التاني منه الغامق حلو قوي. بس الفتح الجديد اللي راح اتشاف قبل كده الفتح بالظبط. اتغيرنا خالص يا لينا. والله بجد اتغيرنا خالص يا لينا. والله احنا عملنا حاجات. بصي ده عملنا حاجات فظيعه. حلو قوي. ده ملس ملس صايع رمضان. ملس صايع دفع رمضان. تحفه تحفه. ملس غريب. ده غريب قوي. ملس. وماشي الملس. ماشي دي. بس بقى دليل ادب. بس لا لا ده برضه لذيذ موت. ايه رايك؟ اسم البراند عشان الناس بتسأل عليه. توب وقفطان. توب وقفطان ما في كارت؟ عاملاها دي مفتوحة. باتش ورك. ده باتش. حلو قوي. تحفة. في بعمل باتش ورك كمان على الطاير. يعني ايه على الطاير؟ لا هو لازم يتشاف. ما يتسمعش. هو يتشاف. يعني ايه يعني هو بتلاقي الحاجة طايرة. القماش على الطاير. لما يخلص هوريهم. يعني تدي كل واحد حتتين. لا يعني بس بتبقى يعني متحركه من حته بس كده. بتبقى باي. كله طاير. ماشي. طب ورينا بقى الحركات التانيه. الاستاذه كانت معايا في المدرسه. ايوه صح الاستاذه. ايوه احنا متربيين مع بعض. ايوه طبعا معايا في المدرسه. رانيا امين. ايه قالت لي حاجه مهمه. احنا لايف. نعم. بقول لك ايه اللون ده ما عندوش زي ما طلعش عنده بيج. وريني اللون. داخله في اللايف كده. خش
وشي معلش ما احنا في بيتنا بقى حلو قوي طبعا ماله ده البني ده الجميل اللي هو الكافيه كافيه ده حلو قوي انا بلبسه على طول حلو يعني ماشي انا فاكراه بني غامق بصي جبت اربعه ده ايه ده جبت اربعه اسود احنا بنحكي مشكله قدام الناس خلاص مفيش اسود عنده كنت قطع اربعه طب خلاص معلش وكويت ما شاء الله انا هجيلك دلوقتي ده حلو قوي ده تركي بقى يا رانيا كله عالية فين؟ جاي جاي تحتي ماله خالص الله حلوة قوي ده يا سيد ده الأحمر ده ممكن ده نفس حاجة زي ده بصوا سوية ده الكمبوشة جميلة دي تحت تحت ده رائع دي كلها حاجات التركي الناعمه بقى دي طلعين بقول لك انا حاسه كده ايه تحفه عندي برضه وده اللي انت كنتي لابساه ده اللي هو الملون ده حلو قوي ده فظيع تحفه ده اوعى بصي البنطلون بتاعه بقى كمان ومقاسات اهلا اهلا ما تروحي يا دودو لازم يا روحي يعني ما ينفعش فاكراني ولا ما فاكراكي فاكراكي بحلاوتك وشياكتك انت اللي بتفرج على اصورك التفاصيل اصورك عادي صوري يا حبيبتي دي قمر دي زبونتنا دي بتجيلنا على طول بصي التفاصيل ما ينفعش تقولي وما تجيش حبيبتي ما ينفعش ما اخدش الكمبوش يا روحي يا روحي ما ينفعش اه جبتي انا انت خدتي الكمبوشه طبعا يا نهار ابيض انا جايه مخصوص يا روحي عشان تاخد الكمبوشه انا ميرسي ان انت جيتي والله حبيبتي على طول انا معرفاكي طبعا بتجيلي على طول على طول يا حبيبتي ما استغناش عنك ابدا طب ما تقولي لي اسمك بقى عشان ايمان خلاص مدام ايمان بقى حبيبتي انت حبيبه الكل والله يا روح قلبي كمان ازاي ازيك يا جميل نورتينا نورتينا ربنا يخليك يا رب نورتيني يا حبيبتي ربنا يخليك يا رب مسكي نلبس ايه استني انا عايزه البس لا ما انا بلبس الحاجه اللي ما لبستش زيها ده لبست زيه كتير قوي ده لبست زيه كتير يا رانيا الحاجه اللي انا ما لبستش زيها وديه ده لذيذ وديني ده واللي انت طلعتيه واللي انا قلت لك عليه خطير ايه ده ايوه ده قلت لك عليه هاتي كده عند المرايه يا فاطمه ده فظيع بصي فين الكارت بتاعك يا رانيا معايا بقى لما تيجي معلش هي جايه في السكه اعمل ايه بس انا جايه في السكه ان شاء الله ده شيء كده ده الاقل شويه يعني ده شتوي بس بصي عامل ازاي الصوره ده بس على الصوره صباح النور يا عمر نورتيني يا حبايبي شيك قوي 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 ده شيك بس سعره كام الشيكة دي اهلا اهلا جايلك يا جميل
الشيرات. يلا بقى عادي. نو نقبل الخصم ولا نقبل الهدايا. لا احنا دافعين دراسه. نقبل الخصم ولا نقبل الهدايا. احنا ماشيين بهذا المبدا. اهلا اهلا. هلو يا حلا. ستايلك عملته ايه جديد؟ ده انا كنت لابسه الشبق يعني حاجه ناشفه كده. وده ده مونتوه تحفه. ده مونتوه طويل فرو خطير. احنا سكر بيحلي الجسم بشكل فظيع. اهلا اهلا. والحلاوه دي بصي يا قمر. ده حلاوه القمر دي جميله ما شاء الله. سلام يا جميل. حلو برضه. في بقى حاجات كاجوال كده. عاملين خصم ولا مش عاملين؟ عاملين عشان حضرتك. ها نعمل. الدنيا بدأت الحمد لله. ها قولي اشتريت من عند دعيه تحفه. انا كمان حبيتهم قوي جدا. مريحين جدا. عماله اقول لها مش جايبه الوان تاني. ده حلوه قوي. ده سكر. ايوه تحفه. ده سكر. ده الوانه خطيره. جديد ومختلف. صوف كانوا عاملين منها. ده مثلا الضوء. لا ده زي تريننج سوت كده. ستايلك. صوري ال حلو جميل جميل. نقفل اللايف عشان نبدأ لايف تاني.